بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا محمد رسول الله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيقول مولانا الكريم في كتابه الكريم: فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون، أفبعذابنا يستعجلون. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين، وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. هذه الآيات الكريمات تبين أمر الله سبحانه وتعالى في عباده الذين خالفوا أمره ونكبوا الطريق، وما ينتظرهم وما عليهم أن ينتظروه. وقد خاطب الله سبحانه وتعالى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأمته المؤمنة المتبعة له: فتول عنهم حتى حين. فتول عنهم، فالناس في هذه الدنيا، فمن يسارع إلى الملذات والشهوات والشبهات، ومنهم من يتنافس على الدنيا ومهلكاتها، ومنهم من يتسابق إلى المعاصي والذنوب، ومنهم من يرتكب المحرمات والمناهي، ومنهم من يقترف ما حرم الله في السر والعلن، ومنهم من هو غارق في الكفر والشركيات والموبقات والبدع والخرافات. والطائفة المؤمنة والفئة المؤمنة، فالمطلوب منها والواجب عليها أن تحذر كل هذه الفئة الضالة أو الفئات الضالة، وأن تبتعد عنها وأن تعرض عنها. فتول عنهم حتى حين. فتول عنهم يا محمد عن أولئك الكفار والمشركين والمعارضين والمعاندين والملحدين والمغرضين والمنفعيين والمصلحيين والدنيويين والظهريين. فتول عنهم، ابتعد عنهم ولا تنظر إليهم ولا تهتم بهم، فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. فالله عز وجل من أراد له السعادة والراحة في الدنيا وفي الآخرة وفقه للإيمان، وفقه للدين، وفقه للحق، وفقه لرضاه، وفقه لطاعته، وفقه لعبادته، وفقه لتوحيده. ومن أراد له الشقاء والنكال في الدنيا والآخرة أضله الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. لا تنظر إلى الذين ملكوا الدنيا، لا تنظر إلى الذين سلطوا على العباد وتسلطوا عليهم، لا تنظر إلى من ملك من الذهب والفضة ما شاء الله، لا تنظر إلى من بيده أموال أو أولاد أو سلطة أو جاه، لا تنظر إلى الذين ملكوا زمام الأمور بأيديهم، لا تنظر إلى هؤلاء ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. فتول عنهم حتى حين، إنما أنت تعرض عنهم. أعرض عن الذين يذهبون إلى المناكر، أعرض عن الذين يذهبون مذاهب متنوعة ومختلفة ومتعددة،
أعرض عن الذين يعتقدون اعتقادا باطلا، أعرض عن الذين يريدون الدنيا، أعرض عن الذين يريدون الجاه، أعرض عن الذين يريدون الظهور وحب الظهور والشهرة، أولئك خسروا في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميلة، تعس أي خسر وهلك الذين يعبدون الدنيا، الذين يعبدون الدرهم، الذين يعبدون المال، الذين يعبدون الكراسي، الذين يعبدون الجاه، الذين يعبدون الشهوات، الذين يعبدون الشبهات. الناس مختلفون في العبادات، لا تظن أن فريقا واحدا هو الذي يعبد الله سبحانه وتعالى. أولئك فرق، أنواع من الناس، هناك من يعبد المادة، هناك من يعبد الهوى، هناك من يعبد النساء، هناك من يعبد الكذب، هناك من يعبد الإشاعات، هناك من يعبد الخرافات، هناك من يعبد البدع، هناك من يعبد الكراسي، هناك من يعبد، يعني أناس مختلفون في هذه الدنيا. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. الناس يعني كثر في هذه الدنيا، فمنهم من يعبد القمر والشجر والحجر والبشر، ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، وكثير الحق عليه العذاب، يقع العكس: لا تسجدوا للشمس ولا القمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. لا تسجدوا للدنيا ولا للمال ولا للجاه ولا للبشر ولا للحجر، كل سيفنى ويزول ويموت ولن يبقى إلا وجه الله سبحانه وتعالى. كل من عليها فان، كل من عليها فان، يموت ويهلك ولا يبقى إلا الله سبحانه وتعالى. فتولى عنهم حتى حين، حتى حين، الحين هو الوقت، حتى حين أي وقت نزول العذاب أو يوم القيامة أو الموت. وإنما الوقت والحين عند الله سبحانه وتعالى لا يتبدل لكل إنسان ولا يتغير، فالله سبحانه وتعالى يمهل الإنسان ويتركه: فافعل ما شئت، ارتكب ما شئت، قل ما شئت، اصنع ما شئت، فإن الله لا يؤاخذك ولا يعاقبك إلا حين الوقت الذي حدده الله سبحانه وتعالى. حدده الله تبارك وتعالى. الله من أسمائه الحسنى الصبور، الله لا يتعجل في العقوبة، وإنما الاستعجال والعجلة هي من صفات البشر، من صفات المخلوقين. وليؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالله عز وجل حدد وعين الوقت لكل ظالم، لكل طاغية، لكل عاص، لكل مذنب، فإن لم يتب حينئذ عاقبه الله سبحانه وتعالى. فالتأجيل للعقوبة إنما هي حجة على هذا الإنسان. الله عز وجل يلقي له الأعذار، الإعذار بمعنى أن الله يؤخره لعله يتوب، لعله يرجع، فإن لم يرجع ويتوب عاقبه الله ولو ألقى معاذيره يوم القيامة: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. أولم نعمركم، عمرك الله سبحانه وتعالى لسنين طويلة، عمر الله الظالم لسنين طويلة، ألم تعتبر، ألم تتعظ؟ إذ أولئك الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم من أبي جهل وأبي لهب وأمية بن خلف
وغيرهم من المشركين الذين حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم وعارضوه. فالله عز وجل أخرهم، منهم من أخره لسنوات، ومنهم من أخره لشهور، لعله يتعظ يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يسمع كلام الله تبارك وتعالى، مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم، إنذاراته. ولكن كانوا يستعجلون العذاب، وقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء يويتنا بعذابنا لنا. فالله عز وجل يقول لهم: وما كان الله ليعذبهم أنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. فتولى عنهم حتى حين، وأبصرهم فسوف يبصرون، أي وأنظرهم فسوف يبصرون بأعينهم العذاب والعقاب والنكال الذي سينزل بهم. فالإنسان قد ينكر، وهذا حال الناس، إما نكران المقال أو نكران الحال. فنكران المقال فهذا لا شك أنه كافر بالله، الذي ينكر بصريح العبارة، يقول لك لا حساب ولا عقاب ولا عذاب ولا قبر، فهذا كافر بالإجماع. ومنهم من ينكر بلسان الحال، بمعنى معاملاته تنبئ وتخبرك أنه ناكر للآخرة وأنه ناس لها، ناس للعقاب، ناس للجنة، ناس للنار، ناس للحشر، ناس للقبر، ناس للسؤال، ناس للحساب. أكثر الناس اليوم ينسون الآخرة، ينسون القبر، ينسون المصير، ينسون الموت. إذن فالله سبحانه وتعالى يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فتولى عنهم حتى حين، وأبصرهم فسوف يبصرهم، أنظرهم فأخرهم، أمهلهم وانظر ماذا سيجري لهم، وانظر عاقبتهم، وانتظر عاقبتهم. فالإنسان قد يتجرأ ويجترئ على حرمات الله وعلى الله، ويكفر ويظلم ويطغى ويتجبر ويتعالى ويتكبر على الخلق على العباد، ويترك الدين ويترك الصلاة، ويشعر بنفسه أنه ذو صحة جيدة وذو بدن قوي وصاحب عافية، صاحب مال، صاحب أولاد، وينسى عقوبة الله. وهذا في الحقيقة هو استدراج من الله. فالاستدراج هو عقوبة من الله لمن يريد الله أن يعذبه في الدنيا قبل الآخرة. لذا الله عز وجل يقول عن الكفار: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. ولا تحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. إذا رأيت الله يعطي للظالم أو الكافر أو العاصي أو المذنب النعم ويزداد له من النعم والخير، فاعلم أن الله يستدرجه، الله يستدرجه. ولذلك يقول الله عز وجل حينما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، قرأ قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أنت تأكل الربا وتشعر بأن مالك يزداد، فلا تظن أن هذا رضا من الله، وإنما هو عقوبة لك. إذا كنت تشرب الخمر
والبدن ما زال معافى. فلا تظن أن الله لا يعاقبك، إنما هو استدراج منه سبحانه وتعالى حتى تتراكم عليك الذنوب والمعاصي. إذا كنت تكذب وتغش وتخدع الناس وتنافق وتفعل ما تشاء في هذه الدنيا ولا تشعر بأنك معاقب، أنت في صحة جيدة، مالك في نماء، أولادك في عافية، فهذا ليس على الدوام وإنما استدراج من الله. لذلك الله عز وجل يقول وأبصرهم فسوف يبصرون، يرون الحقيقة بأم أعينهم. فالإنسان يسمع وقد لا يتعظ، تقرأ عليه القرآن الآيات حديث النبي صلى الله عليه وسلم المواعظ الخطب الجمعة ولا يتعظ ولا يحرك، يعني ولا يهتز قلبه لذلك. ولكن حين يرى العذاب ويشاهده ببصره وبعينه فيتذكر كل النصائح والمواعظ. ولذلك أيها الإخوة، يوم القيامة حينما يكون الإنسان في النار، الكافر في النار، ويستغيث بالله عز وجل أن يخفف عنه، أن يخرجه من النار، فالدعاء الأخير، الاستغاثة الأخيرة، دعاء المالك أن يميته الله عز وجل حتى لا يشعر ويحس بالعذاب المهين. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، فيرد عليهم بعد قرون بعد مدة قال إنكم ماكثون. لماذا نحن ماكثون في النار والعياذ بالله؟ لماذا هم ماكثون لا يخرجون منها؟ فيرد عليهم ويجيبهم الله لقد جئناكم بالحق وأكثركم للحق كارهون. جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون، جئناكم بالقرآن فكنتم عنه معرضون، جئناكم بالوحي بواسطة النبي فأنتم له معاندون، سمعتم مواعظ وخطبة فكأنكم لم تسمعوا، لقد جئناكم بالحق وأكثركم للحق كارهون. ولذلك في هذه الدنيا أولئك الذين كانوا يكرهون النبي صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم، أو الأنبياء والمرسلين أو يقاتلونهم، لم يكونوا يقاتلونهم أو يعاندونهم أو يحاربونهم كأشخاص ذوات، كشخص، شخص مثلي ومثلك، أنا مثلي ومثلك، أنت مثلي وأنا مثلك وهذا مثلك، كيف ما كان هذا الإنسان، ولكن الذي ينطق به هو المكره لديه. لماذا تكرهني؟ لا تكرهني لذاتي، وإنما تكرهني لقولي أنا الحق. إذن كذلك الأنبياء والمرسلون كانوا يعاندون ويحاربون. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم عاصرهم، عاش معهم، عاش مع أبي جهل، أبي لهب، كانوا يلقبونه بالصادق الأمين، هو مثلهم، محمد ابن عبد الله، رجل طيب، رجل صالح، رجل صادق، رجل أمين، رجل وفي، صفات حميدة فيه. فلما بعثه الله بالحق قال لهم قولوا لا إله إلا الله وانبذوا الأوثان واتركوا الأصنام، قالوا لا يا محمد هذا ما لا نتفق عليه، أنت مجنون، أنت ساحر، أنت كاهن، أنت شاعر. إذن إما أن نوافق فنحن معهم سواء، وإما أن نخالفهم فنحن لهم مكرهون وكارهون. إذن الله عز وجل يقول وأبصرهم
فسوف يبصر. أفبعذابنا يستعجلون؟ يستعجلون العذاب، هم في غيهم يعمهون، في منكرات غارقون، في معاصي والذنوب هالكون، ومع ذلك يقولون لمحمد صلى الله عليه وسلم أين العذاب؟ فين هو العذاب؟ قل لربك أن يعاجلنا بالعقوبة والعذاب. أفبعذابنا يستعجلون؟ أتى أمر الله فلا تستعجلون، سبحانه وتعالى عما يشركون، لا تستعجلون، الله لا يستعجل، سينزل العذاب. أفبعذابنا يستعجلون؟ فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين، حينئذ سيشاهدون. فإذا نزل بساحتهم، بفنائهم، بصاحة دارهم، بديارهم، العذاب وعذاب الله كثير، قد يكون زلزال، قد يكون حربا، قد يكون بركانا، قد يكون مرضا معديا، قد يكون جفافا وقحطا، قد يكون ظلما من الآخرين، فعذاب الله كثير، ولله جنوده، ولله جنوده، جنوده، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فإذا نزل بساحة، أي هذا العذاب، فساء، فبئس صباح المنذرين الذين أنذروا وتولى عنهم حتى حين. يتأكد الأمر مرة أخرى، لا تستعجل ولا تيأس ولا تقنط، أنت مبلغ، أنت داعي، أدعو، بلغ، أبشر، أنذر، وضح، قل، وتولى عنهم حتى حين، حتى حين. وأبصر فسوف يبصرون، وأبصرهم فسوف يبصرون، وأبصر. ثم يقول الله عز وجل بعد ذلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحان هي للتنزيه، وقد نزه الله نفسه سبحانه وتعالى، الله منزه عن كل نقص، الله كامل، له الكمال والجمال والجلال سبحانه وتعالى، فالله منزه عن كل نقيصة أو نقص. الكفار يصفون الله عز وجل بأن له ولد وبأن له صاحبة، اليهود وصفوا الله عز وجل، قالوا يد الله مغلولة، لعنهم الله، اتهموا الله، وصفوا الله بأوصاف، كل فرقة كانت تصف الله عز وجل بما لا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، فالله عز وجل نزه نفسه. ولنكثر من هذا التنزيه، يعني التسبيح، سبحان ربك رب العزة، صاحب العزة هو صاحب الغلبة والقوة، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، أولئك الكفار المشركون اليهود الذين يصفون الله عز وجل بما لا يليق به، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، سلام، أمان، أمن على المرسلين الذين بلغوا التوحيد وبلغوا الرسالة وعرفوا عن الله ودلوا الناس على الله سبحانه وتعالى، أولئك كذلك الذين يدخلون في سلك النبوة أو الأنبياء والمرسلين، داعين إلى الله، دالين على الله، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الألف واللام للاستغراق، نحمد الله عز وجل حمدا كاملا لأنه صاحب الحمد المطلق، صاحب النعم الوفيرة التي لا تعد ولا تحصى، والحمد لله رب العالمين. ولذلك علي رضي الله تعالى عنه يقول من أراد أن يكتال بالمكيال الأوفى فليقل في آخر مجلسه سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، ونقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.